المهم تنظموا هاد الوقفة اليوم احتجاجا على السياسة الحكومية، احتجاجا على غلاء الأسعار، ضرب الحريات النقابية، استعمال العنف في حق المتظاهرين سواء المطالبين بالشغل أو المتضررين من بعض القضايا المجتمعية، أيضا عدم توفير مناصب الشغل. المستقبل القادم هو مستقبل تيبان لنا مستقبل شي شويه مظلم، خصوصا فيما يخص المساله ديال التقاعد. حنا تنعرفوا على ان الحركه النقابيه خضات واحد المبادره، سطرات برنامج نضالي من اجل ايقاف هذه الحكومه وعدم تنفيذ هذه التراجعات التي تضمنها هذا الاصلاح اللي جابته الحكومه. كانت وقفات، كانت اضرابات، كانت مسيرات، كانت اعتصام كذلك في 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 في, في, في البرلمان. والحمد لله لان البرنامج اللي سطرته الحركه النقابيه المغربيه وبكل افتخار واعتزاز هو انها وصلت توقف هذا الاصلاح ديال الحكومه وتفتح الملف ديال البحث عن المفسدين الحقيقيين اللي نهبوا الصندوق ديال التقاعد وبغاو يورطوا المغاربه من اجل انهم يخلصوا الاخطاء ديال المفسدين. فتحيه نقابيه، تحيه نضاليه للحركه النقابيه المغربيه، وحنا مستعدين ماشي غير هذه الوقفه اننا ننفذوا البرنامج اللي سطراتو النقابات المركزيات النقابيه الخمسه، وحنا موجودين باش ننفذوا هذا البرنامج هذا. وشكرا.